صلاة وسلاما على علم الهدى وتاج التقوى سيدنا محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، جمع الطيب الكريم، مشاركة للعائلة الكريمة، عائلات أبو خير الأعلام وعائلات عبد الوهاب الأعلام في ليلة تكريم الوالد الكريم حاج السيد سليمان خيره، ومشاركة لنجمه الخلوق المهندس سليمان السيد سليمان خيره، مشاركة إلى العمدة العمدة السباعي وإلى علم الواجب في كل مكان واجهة الإذاعة المصرية الشيخ الدكتور موسى الفواخي. هيا بنا لنعود لساحة العطاء، ساحة الخلود والبقاء والعلم القرآني المتقن المجيد، فضيلة القائد الشيخ عيد السيد إبراهيم يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات، سائلين الله له التجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوني الله وهو ربنا وربكم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا
نودا أو نصارى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاكم عن التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس شهيدا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى ترضاك
فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله يخليهم ومن يبارك فيه كل ساعه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها شطر المسجد الحرام. يا رب يا رب يا رب. وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أعطوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعض بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات كل شيء قدير.
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإن وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فوجهوا وجوهكم شطره. صدق الله بالعظيم. تلاوة قرآنية طيبة مباركة لفضيلة القارئ العلم الشيخ عيد السيد إبراهيم الذي تلا علينا ما تيسر من آيات القرآن الكريم. شاكرين باسم المهندس سليمان سيد سليمان أبو خير في ليلة تكريم والده الكريم. شاكرين لكل من جاء ليقدم واجب العزاء حج أحمد العمدة وجميع آل العمدة الأعلام، وإلى صاحب الواجب الدكتور موسى الفواخري، وإلى كل من جاء مقدما لواجب العزاء في هذه الليلة القرآنية. شاكرين لصاحب كبرى قصور الضيافة المتنقلة والفراش العالمية التي جهزت وكملت بلؤلؤة الأنوار الذهبية ومحطات الديزل العالمية أولاد عبد الوهاب وسعد الأعلام. شاكرين الخدمات الفندقية بوفيه الشيخ سعيد، أما الهندسة التصويرية العالمية لعالم الإبداع والتصوير والتميز والدقة والإضاءة العالمي الحاج ناصر صلاح مخرج ليالي النجاح، وشاكرا للمهندس الخلوق صلاح ناصر صلاح. جمعنا الطيب الكريم، هيا بنا لنعود لساحة العطاء وفضيلة القائد العلم الشيخ محمد شعيب عكاشة فليتفضل مشكورا.